شاء الله غادي نديرو الزعلوك ديال الخيزو بالجزر، نبداو على بركة الله. مقادير اقتصادية جدا، عندنا هنا تقريبا 500 غرام ديال الخيزو او الجزر، مقطعينه بهذه الطريقة مربعات صغيرة. انا سلقته من قبل ودرت معاه جوج ديال الفصوص الثوم، جوج ريوس سلقتهم معاهم. عندي جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون اللي هي اللي كتزين لينا الزعلوك ديالنا، ملعقة كبيرة ديال الكمون، ملعقة صغيرة ديال الملح، نصف ملعقة صغيرة ديال بابريكا او التحميرة، جوج معالق كبار ديال عصير الحامض او الليمون، ملعقة كبيرة ديال المعدنوس، وراس معلقة صغيرة ديال الثوم محكوك. نبداو على بركة الله. في مقلاة غادي ناخدو جوج معالق ديال زيت الزيتون، بسم الله. غادي نزيدو عليها ثومة، دوك جوج ريوس فاش قلينا فاش جوج ريوس ديال الثوم اللي سلقناهم مع خيزو، وداك الراس ديال الثومة اللي حكيناه باش تجينا ديك النكهه ديال الثوم حاضره. غنزيد عليها نصف ملعقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا، وغادي نزيدو الخيزو ديالنا اولا الجزر مقطع. الجزر تقدروا ديروه هكذا مقطع اولا ديروه مطحون ولا طحنوه. انا نخلط العناصر، غادي نزيدو الملح ديالنا بسم الله والكمون، غادي نخليه واحد شويه حتى يشرب لينا هاد المقادير، غادي نزيد عليه عصير الحامض. غادي نزيدو واحد جوج معالق كبار ديال الحامض ولا عصير الليمون، غادي نخليه حتى يشرب شويه. الزعلوك ديال الخيزو كنحطوه كمقدمة ولا مرافق فاش كنديرو الحوت ولا شي حاجة ديال القلي. غنزيد المعدنوس معلقة كبيرة تقريبا، المعدنوس كنخليه في الاخير باش تجي النسمه ديالو حاضره، الا درناه من الاول كيتحرق لينا. هذا هو الشكل النهائي ديال الزعلوك ديال الخيزو اولا الجزر، نتمنى يعجبكم وديروه حتى نتوما في ديوركم. ما تنساوش ديروا ليا جيم وديروا سابوني. بسلامه.